مستقبلا ربما سوف يطرح هذا الإشكال كذلك. نحن نعرف بأنه حاليا وزارة الفلاحة في إطار مخططها تعمل جاهدة على تطبيق ما يصطلح عليه بالري بالتنقيط، وهذه سنة محمودة، لأن كذلك وزارة الفلاحة عملت جهدا جبارا في هذا المضمار، وبالتالي نلاحظ أنه في المناطق المسقية الكبرى هناك وضع لهذه الخطة، وأن جزء كبير من الحيازات الكبرى تستعمل عملية التنقيط أو الري بالتنقيط. وعليه نود أن نبرز إثارا آخر، وهو كون أن تلك الأحواض التي تكون في الهواء الطلق، والتي هي أحواض تستعمل بالنسبة للتنقيط أو لا بالنسبة للري، نجد بأنه في الظروف الحالية مع فترة التشميس يعني جزء كبير من المياه التي تخزن في هذه الأحواض تتبخر، وبالتالي نفضل أن يكون هناك سياسة أخرى فيما يخص هذه الأحواض، على أساس أن تتحمل ربما وزارة الفلاحة جزءا من الإمكانيات المادية لتغيير تلك النماذج، عوض أن يكون ذلك الحوض حوضا مفتوحا يجب أن تكون هناك خزانة مائية مغلقة. في هذا الإطار خزانة مائية مغلقة كتكون بالشومبرير بار إكزومبل، هذه الخزانات المغلقة على الأقل بعدها تحمي تلك المياه من عملية التبخر، و يعني ربما غادي نربحوا واحد 15 إلى 20% من المياه نستغلها في السقي عوض من أن تتبخر في الهواء الطلق.